كاران يلا لشوف اللي شو عم تساوي هون؟ ليه هيك معصب؟ أنا بس عم قلك شو عم يصير. خلاص جيت لحتى تتشفى فيني ما هيك يا تافه؟ أنت هيك مفكر؟ بكير لازم أعترف أنت لسه بقيان عندك شوية عقل براسك، وأخيراً فهمت ليش أنا أجيت لهون. ممتاز، طالما فهمت الموضوع خليني خبرك. باللحظة اللي عرفت فيها أنه تم اعتقالك حسيت بحالي مبسوط قد الدنيا. بتعرف أنه لما كنا نجتمع سوا كان راسي يوجعني وأتضايق كتير، بس ما كنت متخيل أنه رح تخليني انبسط كتير وقت تختفي. بتعرف في حكي كتير حكوا الصحفيين عليك، ما تركوا شي ما حكوا. اسمع لقلك شو قالوا. هذا الشاب صاحب السمعة السيئة، لاعب الكريكت المشهور اللي بالفريق الهندي، طالعوا من الفريق، وأنا بأيد أنه يصير هذا الشيء. أنت بتستاهل أنه تنطرد من الفريق. صدقني كاران، بحياتي وعمري ما حسيت حالي مروق ومبسوط لهي الدرجة. أنت ما بتتخيل السعادة اللي أنا فيها هلأ، عن جد شعور بجنة. صدقني برأيي تعترف أنك حاولت تتعرض للبنت وتدمر لحياتك كلياتها. لازم تعترف بجريمتك اللي عملتها. هاي لا تتمادى. أنت لا تتساكى، مفهوم؟ خلاص وطي صوتك، المجرمين يلي مثلك بيستحقوا هالشي. كمل قعدتك بالسجن. وأخيراً وليس آخراً، الفاشل لوترا، بدي إلك شغلة واحدة. لا ترفع آمالك كتير وتتوقع أنه بريتا تجي وتشوفك، لأنه ما رح تجي لهون. أكيد هي ما بدها تحكي مع واحد سمعته سيئة مثل سمعتك أنت. بتعرف شو؟ من يوم يومي وأنا عندي مشكلة برفقتكم مع بعض، بس بعد عملتك اليوم ما عاد في داعي اتصرف بخصوص هذا الموضوع. بس بريتا بنت بسيطة وطريقة حياتها تقليدية، وواحد مجرم مثلك انت ما رح ترضى تتطلع فيه. بعرف انه هي هلأ بتكون قاعدة بشي زاوية وعم تبكي طول الوقت وعم تلوم حالها ألف مرة كيف فكرت بحياتها ترافق واحد مثلك. بس لا تخاف، انا هون رح دير بالي عليها منيح، ورح خليها تبكي على كتفي، ورح اتعاطف معها. أكيد هلأ بيكون محروق قلبها من اللي صار، بس مو مشكلة، لأني أنا رح أمسح لها دموعها، وإذا ما وقفت بكي بإيدي هي رح أعانقها وهديها. وإذا ضلت عم تبكي بعدها برفع إيدي وبمسح لها دموعها عن خدودها الحلوين وبروقها، وبعدين بقلها قديش أنا بحبها وقديش هي بتعني لي. خلاص! شو قلت؟ انت كيف بتتجرأ تحكي هيك عن بريتا قدامي؟ احكي! رح خليك تندم! ليه عم تضحك؟ لأني سعيد. أنا جيت لهون بس لحتى خليك تغار وانسح لك معنوياتك، ونجحت! عن جد مسكين يا كاران لوترا. مو معقول! شو فرحة! مبسوط! ما بعرف أوصف لك شعوري! بلا حكي تافه! وقف! جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.